يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لشخص أن يصلي في بيته صلاتي الظهر والعصر بسبب بعد المسجد عنه وهو ليس عنده سيارة ويخشى على نفسه من حر الشمس خاصة في مثل هذه الأيام؟ كونه يتحمل المشقة ويذهب ويصلي أجر له، أشد أعظم أجر، لكن له رخصة. إذا كان المسجد بعيدا ما يسمع الأذان، لو أذن المؤذن بدون مكبر صوت ما يسمعه، فإنه له رخصة أن يصلي في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قل للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فدل على أن البعيد الذي لا يسمع النداء بسبب البعد أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة. نعم.